السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة السيطرة على آبار الحفر الويل كنترول كورسز، وحلقتنا لهذا اليوم بعنوان Situations about shutting pressures، الحالات حول ضغوط الغلق. طبعا مثل ما تعرفون بعد غلق البئر وانتظار ثبات قيم ضغوط الغلق سوف نحصل على قيمة ضغط الغلق لانبوب الحفر shutting drill pipe pressure وضغط الغلق لانبوب البطانه الشت ان كيسينج بريشر. هسه نجي للحالات اللي بيها يساوى الشت ان كيسينج بريشر مع الشت ان درل بايب بريشر. اولا الدرلينج بيت بوتم اوف، يعني عندما تكون الدقاقه ليست في القاع، لانه سوف يكون جميع او اغلب مواعيد التكوين اسفل الدقاقه، وانخفاض الهيدروستاتيك بريشر المتسبب بواسطة كثافة الانفلكس الأقل سوف يؤثر على انبوب الحفر وضغط البطانة بالتساوي، وبالتالي شت ان كيسينج بريشر يساوي شت ان درل بايب بريشر. هسه نجي للحالة الثانية هوريزونتال ويلز. طبعا حدوث الرفسة في المقطع الأفقي، هنا الرفسة لا تمتلك ارتفاع عمودي، وهنا سوف يكون شت ان كيسينج بريشر يساوي شت ان درل بايب بريشر. مثل ما تعرفون حدوث السوابينج في الآبار الأفقية قد لا نكون قادرين على التشخيص بوضوح حتى لو وجود رفسة قد حدثت في البئر. 3 افتر فينشينج فيرست سيركيليشن الدرلر ميثود الشت ان كيسينج بريشر يساوي شت ان درل بايب بريشر ولا يساوي صفر. بعد انتهاء الدورة الأولى للحفار وهي مرحلة التنظيف في الأولد مود ويت، يعني إزالة الانفلكس وليس قتل البئر والتهيئ لقتل البئر، ويكون الشت ان كيسينج بريشر يساوي الشت ان درل بايب بريشر ولا يساوي صفر. 4 افتر كيلينج ذا ويل شت ان كيسينج بريشر يساوي الشت ان درل بايب بريشر ويساوي صفر. طبعا 4 بعد قتل البئر والتخلص من الرفسة واستعادة البئر الى وضعه الطبيعي يكون الشت ان كيسينج بريشر يساوي الشت ان درل بايب بريشر ويساوي صفر. مثل ما تعرفون الوضع الطبيعي انه الشت ان كيسينج بريشر يكون اعلى من الشت ان درل بايب بريشر، وذلك بسبب وجود الانفلكس في الفراغ الحلقي ما يؤدي الى تلوث طين الحفر الموجود بالانيولاس. ذكرنا سابقا الشت ان درل بايب بريشر يساوي ضغط التكوين ناقص الهيدروستاتيك بريشر انسايد درل بايب، والشت ان كيسينج بريشر يساوي ضغط التكوين ناقص الهيدروستاتيك بريشر انسايد انيولاس. هسه نجي للحالات اللي يكون بيها ضغط الغلق لانبوب الحفر الشت ان درل بايب بريشر يساوي ثابت. طبعا اولا الدوره الاولى للحفار فيرست سيركيليشن الدرلر بالاي سي بي، الدوره الاولى للحفار يتم التدوير بقيمه الاي سي بي الانيشال سيركيليشن بريشر ضغط التدوير الابتدائي اللي هو عباره عن شت ان درل بايب بريشر زائد slow circulation rate. ثانيا while pumping cool mud from bit to the surface FCB خلال ضغط طين القتل المثقل من الدقاقة الى السطح حتى نحافظ على البتم هول برشر كونستانت، يعني نحافظ على ضغط الغلق لانبوب الحفر بقيمة ال FCB الفاينل سيركليشن برشر. ثلاثة ال ICB from mud pump تو سترينج، ثلاثة نحافظ على ضغط انبوب الحفر بقيمة الاي سي بي من المضخة لحين وصول طين المثقل الى السترينج.
4 during migration gas، 4 خلال فترة غلق البئر وأثناء تحضير طين قتل مناسب لذلك وأثناء هجرة الغاز، مما يؤدي إلى صعود قيمة البوتم هول بريشر والكيسينج بريشر والشت اندر البايب بريشر. لذلك نحافظ على البوتم هول بريشر من خلال المحافظة على ضغط الغلق لأنبوب الحفر الشت اندر البايب الأوريجينال، لأنه احنا دائما نحافظ على الجزء المتجانس أو البيور. 5 الفوليومتريك ميثود، طبعا الطريقة الحجمية لها ظروف استخدام خاصة، وهي ليست طريقة قتل بل طريقة للسيطرة على البوتم هول بريشر والكيسينج بريشر نتيجة هجرة الغاز داخل التجويف. طبعا الغاز مسموح لأنه يتمدد نتيجة هجرته إلى الأعلى، لذلك نحافظ على الشت اندر البايب بريشر قيمة ثابتة حتى نحافظ على البوتم هول بريشر كونستانت. هسه نجي للحالات اللي بها ضغط البطانة يكون بها ثابت. أولا أثناء تشغيل المضخة أو رفع المضخة إلى معدل القتل، أو أثناء إطفاء المضخة حتى نحافظ على البوتم هول بريشر كونستانت. ثانيا أثناء ضغط طين القتل من السطح إلى الدقاقة خلال الدورة الثانية للحفار، دائما احنا نحافظ على الجزء المتجانس او الاكثر تجانس. هسه هنا عندنا سؤال، بوجود الجريان الفلو واثناء غلق البئر متى تكون قيمة الشت انكيسينج برشر تساوي صفر، ومتى تكون قيمة الشت اندر البايب برشر تساوي صفر؟ إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله.